الكوربة رايح مصر الجديدة مقفول. بصوا المنظر، الناس بتلف وترجع، وفوق النفق زحمة جدا. بالراحة بس، بالراحة 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 بالراحة. بص على العربيات، مش عايز تقع في المطر، مش عايز تقف بقالها 3 ساعات. بص برك 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 مية. أنا على أبيض، مصر غير إيه يا جدعان والله. إيه ده؟ بص على العربية قتلت. أيوه أهو، ما هي قتلت أهي أهي قدامك أهي. أيوه يا عم، ايه يا جماعه اللي بيحصل؟
اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،
اللهم رزقا حلالا مباركا طيبا يا رب العالمين. اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم شربة هنيئة من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. بقالها 3 ساعات. بص برك ميه. انا عربي ابيض. مصر غير ايه يا جدعان والله. ايه ده؟ بص عربيه اتلت. ايوه ما هي اتلت اهي. اهي قدامك اهي. ايوه يا عم. ايه يا جماعة اللي بيحصل؟ طبعا احنا اول مره نشوف ثلج في اسكندريه، بس ده ثلج بجد يا جماعه. ثلج 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 ثلج. الدنيا ثلج وبايظه. وكمان ثلج. ده ايه الجمال ده؟ برق ورعد وثلج فجأة.
الله على المنظر. والشتا ده من امبارح الساعة 1 بالليل وهي عمالة تشتعل كده، البيوت قربت تقع، حتى الشتا هي على الكاميرا. كله نفسه بدعوة يدعى وقت الشتا ده وقت المطر، نفسه بدعوة يدعيها، ربنا بقى مستجاب الدعوة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.